السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan, nama saya Habib Rahman Putra Shania, berasal dari Aceh. Saya akan membacakan surah Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.